فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أنا أقوم بشراء بطاقات سواء للاتصالات أو شراء جوالات، ثم أذهب بها إلى مكاتب التقسيط وأقوم ببيعها بأقساط مؤجلة، حيث أشتريها ب10,000 ثم أبيعها تقسيطا ب15,000، علما يقول أن أغلب من يشتريها هدفهم المال وليست السلعة، ويقومون ببيعها لمكتب آخر، هل يجوز هذه المعاملة؟ نعم، إذا كانت مضبوطة ومعروفة ومعروف أن الانتفاع بها ومنضبط فهي مال، يجوز بيعها وشراؤها لأن مال. نعم.